ماما انا جوعت قوي، كل ده بتعملي الاكل؟ انا مصارين بطني بتتقطع من كتر الجوع. ايوه يا ماما، وانا كمان جعانه قوي، عزازير بطني بتصوصو من كتر الجوع. هموت يا ربي، هموت يا ربي من كتر الجوع. اهو يا حبايبي والله، اما انا بقى عامله لكم حته اكل النهارده هتاكلوا صوابعكم وراه. انا خلصت اهو. طيب خلاص انا هستناكي على السفره، والنبي يا ماما يلا بسرعه بقى. يلا قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبايبي مكرونه بالبانيه ما ايه تحفه. يلا يا حبايب قلبي. يا سلام يا سلام، شكل الطبق مغري قوي يا ماما. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ايه هو ده اللي مغري؟ دي مكرونه وبانيه، ليه تحسسيني ان هي شاورما فراخ مثلا؟ انا اصلا مش بحب المكرونه بالبانيه، اصلا ماما بتعملها وحشه. انتي اكيد بتهزري، المكرونه والبانيه بتاعت ماما حلوه قوي على فكره. بس انا بقى عندي الخطه البديله، بس هتقولي لماما. بصي معايا ايه؟ معايا ساندوتش من ماكدونالدز والصوص بتاعه كمان. بصي بقى، الخطط البديله بتنفع في الاوقات اللي زي دي. ماكدونالدز بقى كده يا توتا؟ مش بتحبي اكلي المكرونه والبانيه؟ ماشي يا توتا الكلبه. ماكدونالدز كده يا توتا من غيري؟ ماشي يا توتا انا هوريكي بعد كده، ما تبقيش تزعلي. ساندويتش تشيز برجر وانتي لا. والله الفراخ حلو قوي، دايما كده بتقعدي تظلمي ماما. بس انا مش سامعاكي اصلا. يا سلام حلو قوي. اما كمان ناخد كده بص حته صوص. ولا بلاش. اعمل ايه اعمل ايه، انا لازم اتصرف. جات لي فكره. ماشي الحمد لله. الحمد لله. تسلم ايدك يا ماما، الاكل حلو قوي، بس مش عارفه ليه حاسه ان توتا ما كانتش جعانه فما كانتش طبقها يعني كويس. الاكل جميل، بس انا ما كنتش جعانه خالص وما خلصتش طبقي، بس هاكله شويه كده يعني، شويه كده هاكله. بالهنا والشفا، يا رب يكون الاكل عجبكم. هحضر لكم تشيك يا فندم. تشيك؟ بطلي يا ماما هزار بقى. تشيك ايه؟ ايه الهزار البايخ ده؟ اول تشيك كده طبقين مكرونه بالصلصه والفلفل. صلصه وفلفل؟ انا ما طلبتش فلفل وما طلبتش صلصه. مكرونه بالصلصه والفلفل؟ هو ايه اللي بيحصل ده؟ وكل واحدة فيكم أربع قطع بانيه بلس ضريبة القيمة المضافة 14%، يبقى كده توتال الحساب يا فندم 75 جنيه، وطبعا التبس انتوا وذوقكم بقى. 75 جنيه؟ ده أنا شحاتة، ده أنا على باب الله. 75 جنيه إيه؟ ده أنا معايا في جيبي 5 جنيه، نهار أسود عليا. انتوا عارفين يا ولاد الدنيا كلها غلت والأسعار غلت جدا، وانتوا يا عيني صارفين فلوسكم ومصاريفكم كلها على الكافيهات والمطاعم. فانا والاداره اللي هو ابوكوا يعني قررنا نحول البيت الى كافيه، واي خدمه هتحصلوا عليها في البيت هتبقى بمقابل مادي. اداره كمان؟ يا لهوي، هي عرفت ان انا كنت من بره ولا ايه؟ يا نهار اسود.
هو احنا قاعدين في كافيه ولا ايه؟ وبعدين يعني ما انت عارفه البير وغطاه، انت عارفه ان احنا مش معانا فلوس يعني، واكيد يعني حضرتك مش هتاخدي فلوس من عيالك، فلذات كبدك. لو في اي مشكله انا ممكن اندهلكوا اداره المكان. يا بابا قصدي يا مستر. يا فندم في مشكله لا سمح الله؟ اتفضل يا بابا. قصدي يا مستر الاساتذه مش عايزين يحاسبوا. ليه بس يا فندم؟ ده احنا حتى الاسعار عندنا احسن من بره كتير. وبعدين يعني بدل ما انتوا تدفعوا فلوسكم كلها على الكافيهات والمطاعم فاحنا قلنا نغير لكم، وبالمره تاكلوا اكل بيتي. ارخص من بره كتير. انا حاسه ان انا دماغي ضربت، مش قادره استوعب اللي بيحصل. من غير نقاشات طلعوا الفلوس اللي عليكم. طيب يا ماما بحس كده بقى انا هطلب اوردر تاني، عايزه اندومي بالخضار الحجم الكبير مش الصغير. ايه يا رحمتك انت وهي اندومي؟ بس انا عايزاه بالفراخ. يا ولاد اللذينة تحت امركم يا راح امكم. طب بقول لك ايه يا حاجه، اعملي لي كده طبق اندومي معاهم يعني بالمره، يعني بما انك هتعملي لهم وكده. خلاص ما تبصليش كده. اتفضلي يا ماما الهدوم دي عايزه تتغسل. اسي يا حبيبتي كده غسيل ملابس في الغساله الاوتوماتيك قطعتين، والقطعه ب 10 جنيه وطبعا هنكويهم، وكوي القطعه ب 5 جنيه يبقى كده 30 جنيه يا فندم. وثانيه واحده، غسيل صحون النهارده كله فطار وغدا وعشاء كده 30 جنيه تاني يا فندم، يبقى كده حضرتك المفروض تدفعي 60 جنيه. حتى الهدوم كمان، هو في البيت ده كل حاجه بفلوس، اكل بفلوس وشرب بفلوس وكوي وغسيل بفلوس وكل حاجه بفلوس. فانا على ايه؟ اي خدمه هتتم في البيت قابل مادي. اروح فين انا دلوقتي؟ اروح فين يا بابا؟ اقعد في المطبخ يعني؟ لا يا فندم للاسف المطبخ ستاف اونلي. ستاف اونلي؟ لا لا انا كده هروح اقعد في الحمام. اتفضلي يا فندم، كل سنه وانت طيبه. شوفي بقى يعني انت وذوقك هتدينا كام كده يعني. مناديل فاميليا كمان عشان تعرفوا بس. اصل احنا بنربي زبون يا فندم، عايزين نكبر سمعه المكان، ومش هتلاقوا الخدمه بتاعتنا في اي كافيه او مطعم تانيين.